بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم من استوديو القصيم. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. شيخ صالح، هذا سائل يقول: أرجو من الشيخ أن يشرح الآيات الكريمات في قول الله تبارك وتعالى في سورة الروم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في ارتداد يا شيخ. نعم، فيه الإخوان الصدى، لعلكم تعالجون الصدى يا إخوان. طيب، في هذه الآيات الكريمات من سورة الزمر يذكر الله سبحانه وتعالى أن من شرح الله صدره للإسلام، يعني اتسع صدره لقبول الهدى وقبول الإسلام، فهو على نور من ربه. هذه فائدة انشراح صدره، أنه يكون على نور من ربه، يمشي إلى الله على نور وهدى. وهذا كما في سورة الأنعام: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وفي هذه الآيات نظير ما في آيات سورة الأنعام، أن الله سبحانه إذا أراد أن يشرح صدر عبده لقبول الإيمان، وهذه إرادة شرعية كونية، ولكن لا بد من سبب من قبل العبد لهذا الشرح، شراح الصدر، لا بد أن يتقبل الهدى ويرغب فيه ويحبه، فحينئذ يوفقه الله سبحانه وتعالى ويجعل صدره متسعا قابلا للحق. فهو سبب من قبل العبد وتوفيق من قبل الله سبحانه وتعالى، فإذا اجتمع السبب والتوفيق من الله سبحانه حصل هذا الانشراح العظيم. في صدى يا شيخ. طيب يا اخوان في الكنترول، لعلكم تعالجون هذا التردد. يلا. نعم. فالله سبحانه وتعالى بين لنا اسباب انشراح الصدر، وهو انه يكون من العبد اقبال على الله وتقبل لما انزل الله عز وجل، فالله جل وعلا يوفقه ويوسع صدره لقبول الحق.
ثم قال جل وعلا في المخالفين لذلك: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذن فالذي يشرح الله صدره للإسلام هو الذي يلين قلبه لذكر الله سبحانه وتعالى، ويكون عنده رغبة. فويل للقاسية قلوبهم. قسوة القلوب لها أسباب، وأعظمها الإعراض عن كتاب الله عز وجل وعن سماع المواعظ، وكذلك من أسبابها ارتكاب المعاصي والذنوب لأنها تظلم القلب وتقسيه، وكذلك استماع الملاهي والمعازف والمزامير والأغاني فإنها تقسي القلب، كذلك كثرة الضحك وكثرة المزاح فإن هذه أسباب تقسي القلب. توعدهم الله بالويل وهو العذاب الأليم للقاسية قلوبهم من ذكر الله، التي لا تقبل ذكر الله ولا تلين معه ولا ترغب فيه ولا تتلذذ به. ثم قال جل وعلا: أولئك في ضلال مبين. من بلغت به الحال إلى هذا الحد فإنه يكون في ضلال، وأما من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فقارن بين النور من الله وبين هذه الحالة، في ضلال، وله ضلال سهل بل هو مبين واضح وعظيم. ثم قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث، وهو القرآن الكريم هو أحسن الحديث، ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وهو القرآن الكريم، فهو الذي به تنشرح صدور أهل الإيمان. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال واللذة، لأن التشابه في القرآن على ثلاثة أنواع: القرآن كله متشابه بمعنى أنه متماثل في جماله وحلاوته وفصاحته فهو متشابه، والنوع الثاني القرآن كله محكم لأنه متقن من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والقسم الثالث القرآن فيه محكم وفيه متشابه، فيه محكم وفيه متشابه. المحكم هو الذي يتضح معناه من نفسه ولا يحتاج إلى ما يفسره، وأما المتشابه فهو الذي لا يتضح معناه إلا برده إلى ما يفسره من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، فلذلك يجب رد المتشابه إلى المحكم وتفسيره بالمحكم حتى يتضح معناه. هذه طريق الموفقين من الراسخين في العلم، وأما طريقة أهل الزيغ فإنهم يتبعون ما تشابه منه، يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، نسأل الله العافية. متشابها مثاني، يعني مكرر فيه المواعظ والأمثال والقصص مثاني. ثم قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بالغيب. الذين يخشون ربهم بالغيب يعني ولو لم يروه سبحانه وتعالى، ولكن إذا سمعوا كلامه فإنها تقشعر جلودهم من خوف الله عز وجل، ثم تلين جلودهم وقلوبهم، تلين بعد أن يحصل لها ما يحصل من
ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الاقشعرار تلين بعد ذلك وتألف القرآن وتحبه وتعمل به، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله، ذلك الذي حصل لهم من لين القلوب ومحبة ذكر الله عز وجل، هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ذلك هدى الله سبحانه وتعالى يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. الذي لا يوفق للتلذذ بالقرآن وسماع القرآن وفهم القرآن والإقبال عليه وطلب تفسيره من التفاسير الصحيحة المنقولة عن السلف، فهذا هو الذي ينتفع بالقرآن. أما الذي يعرض عن تفسير القرآن الصحيح، أو يفسره بهواه، أو يفسره بأشياء ليست من تفسير القرآن في شيء، وإنما هي حكايات أو مخترعات يقولون هذه الإعجاز العلمي في القرآن أو ما أشبه ذلك، هذا لا يليق بالقرآن وبكلام الله سبحانه وتعالى. إنما يفسر القرآن بالقرآن، أو يفسر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يفسر بتفسير الصحابة، أو يفسر بتفسير التابعين، أو يفسر باللغة التي نزل بها. هذه وجوه التفسير الصحيحة. أما أن يفسر بما يسمون بالإعجاز العلمي، هذا إحداث لنوع جديد ليس من أنواع التفسير. نعم، أحسن الله إليكم. بعد أن استمعنا إلى تفسير هذه الآيات المباركات من سورة الزمر، جزا الله الشيخ خير الجزاء، نأخذ اتصالات الإخوة والأخوات. عبد العزيز من الرياض، تفضل عبد العزيز. عبد العزيز معنا، تفضل عبد العزيز. طيب، نعود إلى أسئلة الإخوة. يقول هذا الأخ: يا شيخ، من هم السلف الصالح الذين يحتج بقولهم في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هم الذين ذكرناهم قريبا، وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، القرون المفضلة. هؤلاء هم السلف الصالح، وهم الذين يفسرون القرآن التفسير الصحيح الذي يطابق معناه والذي أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم بتقليد القراء في زماننا هذا، حيث أن بعض أئمة المساجد يقلدون بعض القراء في تلاواتهم، وخصوصا في صلاة التراويح؟ تقليد القراء على نوعين: تقليد بمعنى أنه يقلدهم في ضبط القرآن وتجويده، هذا شيء لا بد منه، هذا يستفيد من القراء ويقرأ القرآن القراءة الصحيحة. أما تقليدهم بأصواتهم، يعني تقليد القراء بأصواتهم ويمطط القرآن ويطيل على الناس ويردد ويكرر، هذا ممقوت، وهذا يملل السامعين ويشق على المأمومين ويحصل به حرج على الناس. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: ما أبرز الأحكام في وقتنا الحاضر، وخصوصا في الشتاء، وذلك في المسح على الخفين، لأنها تخفى على كثير من الإخوة والأخوات؟ المسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما مما يستر الرجلين رخصة من الله سبحانه وتعالى، وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليها العلماء، فهي رخصة من الله جل وعلا لأجل التسهيل على العباد، لأن كونه لا يلبس الخفين أو ما يدفئ الرجل هذا فيه حرج، وكونه يخلع الخفين لكل وضوء هذا فيه مشقة،
والله سبحانه وتعالى شرع لنا المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة، يعني على وضوء، لبسهما بعد كمال الطهارة وكان ساترين للمفروض، ساترين للرجلين تماما، وتحدد بالمدة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، فبهذه الشروط يصح المسح وهو رخصة من الله سبحانه وتوسعة من الله عز وجل على عباده. نعم. تفضل أخي أبو عمر معنا على الخط. أبو عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سلام. أحسن الله إليك والدنا فضيلة الشيخ صالح الفوزان. تفضل. السؤال الأول، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة في مواقع التواصل الأنترنت واليوتيوب وغيرها من البرامج والجوالات الحديثة مقطع صوتي لفضيلتكم، وكتب أشخاص عنوان هذا المقطع ومقدمة لهذا المقطع، قالوا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان يرد على الشيخ محمد العريفي وأنه صاحب هوى، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء الذين يحذرون من المشايخ والدعاة ويشهرون بهم ويكتبون مثل هذه العبارات على بعض الدعاة؟ شكرا. وقالوا عن بعض الدعاة الذين احسبهم الله حسيبهم ولا نزكيهم على الله مما جعلوا جل أوقاتهم لخدمة هذا الدين العظيم، قالوا بأن الشيخ فلان والشيخ الفلان بأنه صوفي والشيخ الفلان بأنه واضح السؤال. شكرا. يا أخي، نحن وغيرنا من أهل العلم يردون على المخالف ويبينون الخطأ ولا يقصدون شخصه أو التقليل من شأنه أو النيل من شخصيته، لا يقصدون هذا، عياذا بالله من هذا، إنما يقصدون بيان الحق. فإذا أخطأ الإنسان فلا مانع أنه يبين خطأه، وليس ذلك بناقص من قدره، بل هو تنبيه له وتعاون معه للرجوع للحق، ويستفيد هو ويستفيد القارئ والسامع، ولا يترك الخطأ يروج على الناس، ولا مجاملة في هذا الأمر، لا بد من بيان الحق وإيضاحه، ولا في مجاملات في الحق، وهذا لا يضر المردود عليه إذا كان من المنصفين الذين يطلبون الحق. أما إذا كان لا يريد الحق ويريد الانتصار لهوى فهذا ليس لنا به حيلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل، ينزل علي في داري ضيوف فتتفاوت يتفاوت الكرم في إكرامهم ومنزلتهم، فما حكم التفرقة في إكرام الضيف حسب منزلته؟ هذا شك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزلوا الناس منازلهم، الضيوف ليسوا على حد سواء، لكن الضيف له حق في الجملة، فيقدم له القراء الكافي له بحسب منزلته. نعم. أبو مالك معنا على الخط. تفضل أبو مالك. اكسر التلفزيون أبو مالك. عليكم السلام. اكسر التلفزيون شوي لأنه مشوش علينا. تفضل واطرح سؤالك على الشيخ. تفضل. ارفع صوتك شوي. عندي سؤالين يا صالح. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم سماع الزير؟ ما هو الطبلة؟ الزير، نعم، صار من العلماء من يقول بالجواز، صار من يقول بالتحريم. نريد ندرس الشيخ صالح عن حكم سماع الزير. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني يا شيخ، إذا أتى المأموم والإمام ساجد ماذا يفعل إذا أراد أن يدخل في الصلاة؟ هل يكبر تكبيرة الإحرام ويسجد؟ أو يكبر تكبيرة السجود؟ أم ماذا يفعل بالضبط يا شيخ؟ لأني أجد بعض الناس يكبر ويسجد. هذه التكبير، هل هي تكبيرة إحرام ولا تكبيرة سجود؟ بارك الله فيك. أرجو التفصيل يا شيخ في السؤال الأول. طيب. يا أخي، الزير أو غيره من آلات اللهو، نحن لا ننظر للأسماء، ننظر إلى آلات اللهو عموما محرمة، استعمال آلات اللهو كلها حرام، من المعازف والمزامير والطبول غير ذلك من الموسيقى بأنواعها، كل هذا محرم لأنه لهو من لهو الحديث وهو محرم.
سواء يسمى بالزير أو بغير الزير. نعم. إذا أتى السؤال الثاني، إذا أتى المأموم والإمام ساجد فما المشروع في حقه؟ أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، يكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة ويؤديها وهو قائم، ثم ينحط للسجود مع الإمام أو الجلوس معه إذا كان في جلوس من أجل المتابعة للإمام. نعم. تفضل يا أخي أبو عبد الله معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام، ارفع صوتك أبو عبد الله. تفضل. الله بخير أنت والشيخ. الله يحييك، تفضل. يا شيخ طال عمرك، أنا عندي الوالدة جت قالت لي اشتري لي سيارة، وجيت بشتري لها سيارة وهي أمورها زينة ووضعها زين وأنا كذلك وضعي زين وأموري زينة، حبيت أني أشتري لها السيارة من عندي، فقالت السيارة، قلت خلاص السيارة، وحلفت لها بالطلاق أنها ما تدفع فيها ولا ريال. يا ولدي يا ولدي، وكررت الحلف مرة ثانية. المهم طال عمرك هي كان عندها سيارة قديمة وباعتها، و لما اشتريت السيارة دفعت فلوسها للوكالة وطلعت السيارة، جت عندي الوالدة وقعدت تبكي وتقول تكفى عشان ترضيني، أقل حاجة خذ فلوس سيارتي القديمة وزدها، لا يعني أنا ماني في حاجة ولا. فالحقيقة أني تعاطفت مع ودي، يعني ما أبغى أشوف لا تبكي ولا ترجاني، بالعكس يعني الفضل والمنة لله رب العالمين ذم الوالدتي. فرحت وتقدير لوضعها أخذت فلوسها وزدت عليها واشتريت السيارة الجديدة. فإيش وضعي؟ هل هو كفارة يمين ولا أدفع لها الفلوس كلها ولا إيش رأيك يا شيخ؟ طيب شكرا. شكرا لك. أنت تقول أنك اشتريت لها سيارة ثانية غير الأولى اللي من مالك، ها؟ نعم. خلوه يوضح. نعم يا شيخ، انقطع الخط. تفضل. أقول إذا كان اشترى لها سيارة من مالها وزود عليه، يعني باع سيارة القديمة التي تملكها الوالدة وزود عليها واشترى لها سيارة جديدة ورضيت بذلك، فالحمد لله انحلت المشكلة، والسيارة اللي عليها الطلاق هذه ما ترجع إليه، ترجع إليه ولا تكون للوالدة. نعم. وإذا كانت فضيلة الشيخ هي يعني رأفة به لا تريد أن تأخذ شيء من ماله أو يشتري لها من ماله. نعم الجواب ما ذكرته، ولكن إذا كان فيه طلاق كما يقول. نعم. الطلاق يرجع فيه إلى المحكمة عند القاضي أو إلى دار الإفتاء في الرياض. نعم. أحسن الله إليك. متى يؤمر الأطفال بالصلاة والصيام؟ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، لأنه إذا بلغ السبع صار مميزا، يعرف ما يقال له وما يوجه به، فيؤمر بالصلاة لسبع سواء كان ذكرا أو أنثى، وإذا بلغ العشر يفرق بينهم في المضاجع، مع أمرهم بالصلاة يفرق بينهم في المضاجع، لا يتركون ينامون في لحاف واحد أو متقاربين، لأن هذا يسبب الفتنة، وهذا فيه التربية للأولاد، فيه التربية للأولاد ومراقبة الأولاد والعناية بهم، وفيه رد على الذين يدعون إلى جواز الاختلاط بين الرجال والنساء، فإذا كان الأخ لا يجوز له أن ينام بجانب أخته بسبب أن الاختلاط بينهما يسبب الفتنة، وكذلك الاختلاط العام بين الرجال والنساء يسبب الفتنة والشرور. نعم. معنا أيضا متصل آخر أبو عبد الله، تفضل أخي أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. عليكم السلام. حياك الله. كيف حالكم؟ الشيخ اسمعني؟ يسمعك الشيخ. الشيخ أبغى تستفسي منك عن موضوع ادخار أرامكو، والموضوع الثاني المتاجر في الطايق سوى المنتشر الآن. طيب. واضح؟ أما
نعم. الادخار في 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 صدى يا أخي. طيب في صدى الأخوان في القصيم استديو لعلكم تعالجون هذا، تفضل. أقول السؤال الأول وهو الادخار في أرامكو أو في غيرها، نظام الادخار، فهذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بتحريمه لأنه ربا، لأنه من الربا. وكذلك أما مسألة بطاقة سواء، بطاقة سواء، والله بطاقة سواء أنا لا أعرفها ولا أستطيع الإفتاء فيها. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز الأكل والشرب أثناء أذان المؤذن لصلاة الفجر، وخصوصا عندما يكون الإنسان صائم؟ الأذان يختلف، إذا كان أذان الفجر قبل دخول الوقت فلا بأس بالأكل والشرب، أما إذا كان أذان المؤذن على طلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل والشرب إذا شرع في الأذان، قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فإذا أذن ابن أم مكتوم فإنهم يمسكون عن الأكل كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك غيره من المؤذنين. نعم. يا شيخ أيضا هذا له سؤال حول هذا الموضوع، يقول الشيخ صالح: مقدار السفر المبيح للفطر كم مقداره؟ هل يقدر بالكيلو أم بالعرف؟ يقدر بثمانين كيلو تقريبا، ما يعني مرحلتان للمحملة من الإبل، مرحلتان كل مرحلة 40 كيلو يومان للراحلة، لسير الراحلة. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن فك السحر بالسحر والاستعانة بالجن المسلم في علاج المسحور والحسد، نرجو من الشيخ الإجابة حول هذا الموضوع لأن كثيرا من الناس ابتلي في هذا الموضوع. السحر حرام وكفر، لأن الله سماه كفرا وتوعد السحرة وقال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، فالسحر باطل وكفر بالله عز وجل، والساحر ليس له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب في الجنة كما في الآية، وأنواع من الدلالات على أن السحر كفر، أنه حرام وأنه كفر تعلمه وتعليمه، وما يعلمون الناس ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، فتعليم السحر كفر بالله عز وجل. والملكان يقولان لمن يريد أن يتعلم عليهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر، ينصحانه، دل على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه، واستعماله للعلاج أيضا كفر، لأنه لا يجوز التداوي بالكفر، لا يجوز التداوي بالمحرم ولو لم يصل إلى حد الكفر، تداوى ولا تداوى بحرام كما في الحديث، والسحر أشد من الحرام لأنه كفر، فلا يجوز التداوي بالسحر، ولا يحل السحر بسحر مثله، إنما يحل السحر بالرقية الشرعية والأذكار والأدوية المباحة، هذا الذي: وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء من السحر وغيره، فيلجأ إلى المباح الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في علاج السحر. ولا يجوز الذهاب للسحرة، لا يجوز الذهاب للسحرة ولا للكهان ولا للمنجمين، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الذهاب للسحرة والمشعوذين والدجالين لأجل العلاج عندهم، وهم كذبة وسحرة، ولا يجوز الذهاب إليهم، والعلاج يكون بما أباح الله سبحانه وتعالى من الرقية الشرعية ومن الأدوية المباحة،
فالله أغنى المسلمين بحلاله عن حرامه، فلا يجوز التداوي بالسحر، ولا يجوز الاستعانة بالجن ولا بالغائبين، لا يجوز الاستعانة إلا بمن هو حاضر قادر على الإعانة. فأما الغائب والميت فلا يستعان به مطلقا، ولا يستعان بالجن، ولو قيل إنهم مسلمون من الذي يثبت أنهم مسلمون؟ من الذي يثبت هذا؟ فهذه أمور يجب الحذر منها ويجب البعد عنها والتحذير منها. نعم شيخنا الكريم الشيخ صالح، لماذا يشتكي الناس من هذه الأمور، السحر والحسد في وقتنا الحاضر؟ هل هو البعد عن كتاب الله وترك الأوراد والأذكار؟ هذا سببه أن الدجالين والكذبة والسحرة تسلطوا لأكل أموال الناس وابتزازها باسم العلاج وباسم نفع الناس وغير ذلك مما يسمعونه ويقرؤونه في وسائل الاتصالات، فهذا كله من أسباب انتشار هذا الشر في وقتنا الحاضر، مع الجهل في كثير من الناس، الجهل بالعلم النافع والتمسك بالعقيدة الصحيحة. يجب الابتعاد عن هذه الأمور وهذه الخرافات وهذه المحرمات، والعلاج بما أحل الله وبما أنزل الله وبما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل أخي صالح معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، ارفع صوتك صالح. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عليكم السلام. عندي سؤال، جدتي كانت مسافر، دائما تسافر عند اخوانها، عند اخوانها وبناتها وعيالها، يعني لها كل شهر تروح لم احد، وكان جدي يعني على قيد الحياه، وهو ساكن عند خالي. لما توفى جدي ما جلست عند خالي، ذا اللي توفى عند جدي، جلست عند خالتي الثانيه، وقعدت تنقل من بيت خالي إلى خالي. هل يجوز هذا يا شيخ ولا لا؟ وهي جاهلة يعني للعلم ولا تسمع الكلام، وكبيرة بس. أولا المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، هذا أولا. ثانيا المتوفى عنها تلزم السكنة في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، لأن هذا من أحكام الإحداد في العدة، ولا تخرج منه إلا لسبب لا تستطيع البقاء معه، كأن يكون مستاجرا وتنتهي الإجارة ويخرجها صاحب البيت، أو أنها تستوحش في البيت وتذهب إلى بيت تطمئن فيه. فإذا كان لانتقالها من بيت الزوجية في عدة الوفاة سبب شرعي فلا بأس أن تنتقل منه، وإلا فإنها يجب أن تمكث فيه حتى تنتهي العدة، قوله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها: أمكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم إذن المحادة يا فضيلة الشيخ الذي توفي عنها الزوج ماذا يلزمها؟ المحدة ليست المحادة. نعم. المحدة يلزمها أشياء: أولا المكث في البيت كما ذكرنا، ثانيا تجنب الطيب والتزين الزينة سواء كانت في الملابس أو في الحلي أو في الأصباغ التي على يديها أو على جسمها، تتجنب التزين بجميع أنواعه، وتبقى في البيت حتى تكمل عدتها. نعم أبو عبد الله معنا على الخط، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ عليكم السلام، تفضل. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل ارفع صوتك شوي. التناوب حديث أنا وأهلي، بس كانوا حايض، بعدين ما طفنا أو شيء عنده، فآخر شيء طفنا بعد ما انتهى الحيض. والسؤال الثاني تنظم التقبيل في أيام رمضان. ها؟ رمضان. ايوه. السؤال الثالث، اخوي توفى مع واحد، كل ما توفي حق السنه. طيب
طيب، يقول فضيلة الشيخ في السؤال الأول: حج هو وأهله وكانت إحدى النساء معه حائض، فأكملوا المناسك، فضيلة الشيخ ماذا يلزمهم؟ إذا كانت طافت طواف الإفاضة أو طواف العمرة وهي حائض فإن طوافها غير صحيح، وبالتالي إن كانت العمرة فلا بد من الذهاب إلى مكة وإعادة العمرة بطواف وسعي وتقصير، وهي باقية على إحرامها منذ أحرمت في الوقت الأول. وكذلك إن كان الطواف طواف الإفاضة فإنه ركن من أركان الحج، فلا بد أن ترجع إلى مكة وأن تؤديه على الوجه المشروع، لأنه ركن ولا يتم حجها إلا به، ولو طال الوقت ترجع تأتي به إكمالا لحجها. نعم. يقول: توفي شخص مع أخي في السيارة، ماذا يلزم أخي حفظكم الله؟ والله هذا يرجع فيه إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في الحادث وما هي أسبابه وتقرر الحكم الشرعي المترتب على ذلك. نعم. أبو نايف معنا على الخط، تفضل يا أبو نايف. هلا، مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير. السلام، تفضل. مساك الله بالخير يا شيخنا. الشيخ عندي سؤال، الله يحفظك، الله بالخير. التمائم، هل يجوز أني أذبح التمائم وأصدقها أو أسوي غدا أو عشاء أو كذا؟ لأن أسأل الإخوان، بعض الإخوان يقول ما يجوز أنك تصدقها، يجوز انك تجمع الاخوه والاقارب عليها، الله يحفظك. ودي الحكم في الشهاده، الله يحفظك. شكرا. التمائم يراد بها العقيقه يا اخي، العقيقه. نعم. اللي تذبح عن المولود. نعم. هذه ياكل منها ويجمع اصدقائه وياكلون منها ويتصدق منها، ما ياكلها جميعا كلها، بد يتصدق منها ولو بقليل، هذا السنه. نعم. فضيلة الشيخ، وردنا هذا السؤال، يقول: بعض أئمة المساجد عند نزول المطر في الجمع بين صلاتين المغرب والعشاء يجتهدون، البعض منهم يجمع عند نزول أول رش من المطر، بعضهم لا يجمع، فما الضابط في ذلك؟ كلاهما مخطئ، الذي يجمع لمجرد الرش والذي لا يجمع مطلقا ولو مع المطر الغزير، كلاهما، لكن الأول أشد، الذي يجمع من غير سبب للجمع، لأن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها، ولا يجمع بينهما إلا لعذر شرعي، ومنه المطر الغزير الذي يبل الثياب أو يخلف وحلا في الطريق، هذا الذي يجمع من أجله. أما مجرد الرش اليسير فهذا لا يجيز الجمع، والصلاة الثانية لا تصح قبل وقتها. والسؤال الثاني. نعم، يقول بعضهم. نعم. يذكر الضابط يا شيخ في الجمع. الجمع ذكرناه، ذكرنا الضابط. نعم نعم، أحسن الله. السؤال لك. الثاني ما هو؟ هذا السؤال الذي ذكره الأخ، فضيلة الشيخ، يقول: هل الكفارات بالترتيب أم بالخيار؟ الكفارات منها شيء بالترتيب، مثل كفارة الظهار، عتق رقبة، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، من لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذا بالترتيب. وكذلك كفارة القتل خطأ، هذه بالترتيب، أنه يعتق رقبة، يعتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، هذا بالترتيب. وأما كفارة اليمين فإنها بالتخيير، وفيها ترتيب أيضا، يخير بين صيام ثلاثة، يخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، هذا بالتخيير. فإذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام. قال الله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة
أو للتخيير بين هذه الثلاثة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم الشيخ. هذا يقول نأخذ اتصال. نعم عبد المجيد، تفضل معنا. عبد المجيد السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، تفضل عبد المجيد. اتداد. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. سؤالك عبد المجيد. طيب يا شيخ، هل يؤخذ من الرؤى أحكاما تشريعية؟ لا، الرؤى لا يثبت بها أحكام تشريعية. الأحكام التشريعية إنما تثبت بالكتاب والسنة، والوحي انقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع أحكام بموجب الرؤى ولا بغيرها. نعم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول بالنسبة للخمر، هل هو نجس حسي أم معنوي؟ وهل يتوضأ المسلم إذا مس هذا؟ نعم، الجمهور على أنه نجس النجاسة حسية، وأنه يجب غسله إذا أصاب الثوب، فإن لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس هو النجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه، قال فاجتنبوه، فإذا أصاب الثوب لم يجتنبه أو البدن فإنه لم يجتنبه، يجب عليه غسله. نعم. تفضل يا أخي عبد العزيز معنا على الخط. عبد العزيز، عبد العزيز معنا، تفضل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ضرب الزوجة والأولاد بالعصا وذلك للتأديب، هل هذا يدخل في التأديب أم هو خارج عنه؟ هذا مشروع، ضرب الأولاد للتأديب، ضرب الزوجة إذا نشزت ولم ترجع عن نشوزها إلا بالضرب تضرب، لكن ضرب غير مبرح. قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الأب يضرب أو الوالد يضرب أولاده للتأديب، لكن ضربا غير مبرح، لا يشق جلدا ولا يكسر عظما، وإنما يحصل به الألم بدون أن يؤثر في البدن. وكذلك الزوجة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. المرحلة الثالثة إذا لم تجدي الموعظة ولم يجدي الهجر ولم ترجع عن نشوزها فإنه يضربها ضربا غير مبرح، هذا تأديب لها. ولكن الآن ظهرت مقولة العنف الأسري، يريدون أن الوالد ما له سلطة على أولاده والزوج ليس له سلطة على زوجته، وهذا خلاف ما جاء في الإسلام، هذا يسبب تمرد الأولاد وتمرد الزوجات على أزواجهن. نعم. أحسن الله إليكم. أبو يعقوب معنا على الخط، تفضل أبو يعقوب. الله يزيد فضلك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله يسلمك يا شيخ. أنا حصل لي مرة وقطع الصرافة، أحد الصرافات، وطلع لي مبلغ من المال تقريبا 4000 ريال، علما بأن الدولة يعني غير بحاجة، يعني اللي يحق لي أن يصرفه الله يعطيك عافية، ونتمنى طلب بس أدعو الوالد بالشفاء وجميع المسلمين. الله يعطيك العافية يا شيخ. يا أخي ما أخذت وهو ليس من مالك، ليس من حقك، فإنه حرام عليك، لا تستعمله، فإن عرفت صاحبه أرجعه إليه، وإن لم تعرفه فتخلص منه بالصدقة، تصدق به على نية أن الأجر لصاحبه إذا لم تعرفه. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ يقول هذا السائل أمرني الطبيب المعالج بتناول كثير أو من الثوم والبصل خلال علاجي لمدة شهرين كمساعدة على العلاج، فكيف يكون وضعي في الصلاة في المسجد مأجورين؟ نعم، استعمله قبل أوقات الصلاة بمدة بحيث تذهب رائحته، لا تأكله عند الذهاب
إلى المسجد، كله بوقت متقدم، واستعمل أيضا الروائح التي تزيل أو المواد التي تزيل رائحة الثوم والبصل مهما استطعت. نعم. يقول السائل هذا: يا شيخ، شهدت زورا مع شخص صديق لي في سنة ماضية وندمت على هذا العمل، ونال هذا الشخص حقا ليس من نصيبه، ومضت السنوات على ذلك وقد تبين لي خطأي، فماذا أفعل؟ أنت أخطأت، وشاهد الزور عليه إثم كبير، شهادة الزور عدلة الشرك بالله عز وجل، فعليك أن تخبر، إن كان القاضي حكم بشهادتك فلا بد أن تراجع القاضي وأن تخبره بذلك ليعيد النظر في حكمه، وإن كان ما وصلت إلى القاضي فلا بد من إيصال الحق إلى صاحبه الذي أخذ منه، مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. يقول، نعم، معنا اتصال. صالح معنا على الخط، تفضل يا صالح. مساء الخير. السلام عليكم. نعم. بغيت الشيخ الله يحفظك، تفضل سؤالك. سؤالي: عندي أخو متوفي ووالدي حي. نعم. وله بنت ولها راتب، وفيها أخوات لي دخلوا معها في الراتب هذا، يعني كان أبوي الله يرحمه سوى وكالة وقال أنه يعول البنات هذول اللي هم خواته مع بنته، وحسب لهم نصيب في الراتب، فما أدري هل يحسب لهم أو لا. طيب، والله هذا له نظام، هذا له نظام عند الجهة التي تصرف الراتب، تراجعونه وتوضحون له الحقيقة، لابد من هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم التأخر في تزويج الولد أو البنت، وما الأسباب المترتبة على ذلك؟ تجب المبادرة بتزويج الابن أو البنت إذا استطاع الوالد ذلك بالنسبة للولد، والبنت إذا تقدم لها كفء ترغب فيه وتريده يجب أن يزوجها به. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والله جل وعلا قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إذا كان يستطيع أن يزوج ابنه فيجب عليه ذلك، إذا كان الابن لا يستطيع أن يزوج نفسه فإن والده يزوجه، هذا من حقوقه عليه ومن النفقة الواجبة له على والده، وهذا من الأمور الواجبة، لا يجوز التساهل في هذا الأمر. والبنت إذا تقدم لها كفء ترغب فيه يجب عليها أن يزوجها، فإن امتنع فهو قد ضرها وظلمها، وهذا من العضل المحرم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عبد الله، السلام عليكم يا شيخ صالح، وسؤالي: هل يصح إسلام أو إيمان من يصلي ويصوم وهو متشكك في صحة الإسلام؟ الشك إذا كان تردد هل الإسلام صحيح أو ما هو صحيح، هذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله، من أنواع الردة الشك. أما إذا كان هذا من باب الوسواس، الوسواس لا يضر ولا يتكلم فيه، يتركه ويرفضه، يستعيذ بالله من الشيطان ويترك هذا الشيء. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ ويقول: ما الدعاء الوارد عند دخولي المسجد النبوي، وكيفية السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ الدعاء عند دخول المسجد النبوي كدخول المساجد الأخرى: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك،
وأما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يذهب ويقف محاذيا لمواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن زاد قوله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا فهذا شيء حسن، ثم يتأخر قليلا نحو الشرق فيقف مواجهة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ثم يتأخر قليلا نحو الشرق ويقف مواجهة عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف. نعم أحسن الله إليكم. من أسئلة السادة المشاهدين يقول هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه تيمم من ضربتين؟ ورد أنه تيمم من ضربتين، ولكن التيمم من ضربة واحدة أصح، حديثه أصح، فإذا قسم الضربة الواحدة بين وجهه وكفيه مسح وجهه ببطون أصابعه ومسح كفيه براحتيه فهذا أحسن. نعم تفضل أخي أبو عبد الرحمن معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بخير. تفضل سؤالك. الشيخ لو سمحت عندي سؤال بالنسبة للقروض حقت البنوك. الآن القرض الراتب بينزل على البنك هذا، والبنك هذا مقدم قروض سلفة على أساس إنه يأخذ من الراتب المبلغ. نعم. ويعطوني مبلغ وهم ياخذ المبلغ معين من الراتب هذا. نعم. طيب القرض يا اخي الحسن، القرض الحسن معناه ان يعطيك مالا تنتفع به ثم ترد عليه بدله من غير زياده، اما اذا كان البنك او غيره ياخذ زياده على القرض يشترط زياده على القرض فهذا ربا. قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع العلماء على هذا أن زيادة القرض المشروطة أنها ربا، ربا صريح والعياذ بالله. نعم أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول عندنا مسجد الشيخ صالح احتاج إلى زيادة في دورات المياه وفي المسجد فناء واسع وكبير، فهل يحل للقائمين على هذا الجامع أخذ جزء من فناء المسجد لعمل دورات مياه وتوسعة؟ لابد من مراجعة الجهة المسؤولة عن المساجد، فرع المساجد في بلدكم ترجعون إليه وهم ينظرون في هذا الأمر. نعم أحسن الله إليكم. يقول أخبرني شخص بأنه فاتته تكبيرة الإحرام فصام لأجل هذا يوما، لكنه يقول إنه لم ينذر هذا على نفسه، فما حكم مثل هذا العمل؟ هذا غير مشروع، فاتته تكبيرة الإحرام يكبر ويدخل مع الإمام والحمد لله وصلاته صحيحة، وكونه يصوم يوم عن فوات تكبيرة الإحرام مع الإمام هذا لا أصل له. نعم تفضل يا أبو سعيد معنا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. ارفع صوتكم سعيد شوي تفضل. أنا بعت ذهب لزوجتي في عام 1411 بمبلغ رخيص يعني ذيك الأيام، والآن تطالبني بشرائه من جديد ويكلفني كثير جدا جدا، يعني بعت بما يعادل 32 ريال للجرام. الآن في هذا الوقت طالبني به وتقول والله ما أسامحك، ما أدري يا شيخ تنصحني مثلا يعني أبيع البيت حقي وأشتري لها ذهب يعادل 90,000 ريال الآن، أو ماذا أفعل؟ طيب شكرا. والله يا أخي هذه خصومة بينك وبين زوجك، لازم ترجعون إلى القاضي ينظر فيها، إلا إن سمحت بذلك وانتهت المشكلة، أو أنت يعني خلصت أنت وياها وخلصت مشكلتكم فلا بس، هذا طيب. نعم طيب ناخذ الاخ صالح من الرياض، تفضل يا صالح. السلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله يجزاك خير سلام الشيخ، الله يطول عمرك. فضل. يعني أنا عندي سؤال بالنسبة لسنة الفجر، الله يجزاك خير يوفقك إن شاء الله. في ناس يقول ما تصليها إلا بعد شروق الشمس عندما تفوتك، يعني قبل الصلاة قبل الفرض، فما أدري طال عمرك ما هل أنا أصليها بعد صلاة الفجر مباشرة أم بعد ما تطلع الشمس شروق الشمس؟ أي نعم، كلاهما جائز يا أخي، إن صليتها بعد الفجر مباشرة فلا بأس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد صلاة الفجر فسأله فقال إنه فاتته الصلاة الراتبة قبل الفجر فهو يصليها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن كونه يؤخرها إلى بعد أن ترتفع الشمس هذا أحسن، ليس بواجب، هذا أحسن. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخ صليت أكثر من يوم صلاة الضحى في وقت النهي جهلا مني، فهل صلاتي صحيحة أو يشرع لي القضاء؟ يا أخي وقت النهي ما يتسع لصلاة، إنما هو لحظة يسيرة مرور الشمس من فوق الرؤوس حتى تزول إلى جهة الغرب، وهذا لا يتسع لصلاة. نعم. يسأل فضيلة الشيخ الأخ من أبها يقول عن حكم زواج الشغار أو البدل. هذا لا يجوز، هذا باطل. إذا كان من غير مهر جعلت امرأة بدل امرأة فهذا باطل بالإجماع، لا يجوز. وأما إذا كان فيه مهر لكل واحدة ولم تجبر على هذا وراضية بهذا فهذا محل خلاف، تجنبه أحسن، والرجوع إلى القاضي فيه أحوط وأحسن. نعم. هذه الأخت تقول بأننا نستعمل العزائم في الرقية، وهي التي تكتب بالزعفران ثم توضع في الماء ونشربه، وكذلك ما حكم القراءة في الماء والنفث فيه للرقية؟ كلاهما جائز والحمد لله، وهذا شيء أجازه السلف، كتابة الآيات في صحن أو على ورق ثم تغسل وتشرب غسالتها، هذا داخل في الرقية الشرعية لا بأس به إن شاء الله. والثاني، السؤال الثاني، تقول النفث على الماء. نعم. النفث في الماء للرقية، والنفث على الماء أيضا ورد في الحديث أنه ينفث في ماء ويسقاه للمريض يقرأ، يعني ما هو بنفث مجرد نفث، مع القراءة يقرأ آيات وينفث في الماء ويشربه المريض، هذا ورد في الحديث أيضا. نعم. هذه الأخت أم مرام تقول: شيخ ما حكم التساهل بالوصايا بالنسبة للآباء والأمهات، حيث أن لي أخ يتساهل في تلك الوصية التي كتبتها أمي؟ لا يجوز التساهل في الوصايا، إذا كان هو الوكيل الذي ينفذها فيجب عليه ذلك، وإذا كان أنه يتخلى عن الوكالة يذهب إلى القاضي ويفسخ الوكالة عنده، لأجل القاضي يوكل واحدا بدله يقوم بتنفيذ الوصية. نعم. تفضل أخي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياتي لكم يا أخي. السلام. تفضل. الله يعطيك العافية. أنا من مكة وحجيت بس حرمت من منشد العمرة، ما أدري صحيح؟ نعم. أعد السؤال عبد الله. أنا من مكة. إيه. وما حرمت من البيت، حرمت من مسجد العمر. طيب من هو من هو أحرم بالعمرة ولا بالحج من التنعيم؟ لا أحرم بالحج. نعم. يا شيخ الحج يحرم من مكة، ما حاجة يخرج إلى التنعيم. طيب. يحرم من مكة من مسكنه، إنما جي. العمرة إذا أراد العمرة وهو في مكة لابد يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى حدود الحرم، ويحرم من خارج الحرم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا اليوم الأربعاء، شكر الله للشيخ وبارك الله فيه وفي علمه ونفع به الأمة الإسلامية. شكرا لزملائي في استوديو القصيم الذين رتبوا هذا اللقاء
مع فضيلته، وشكرا أيضا لزملائي في استوديو الرياض الذين أخرجوا هذه الحلقة على الهواء مباشرة. نتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.